بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا يا رب العالمين. ان شاء الله يا جماعه النهارده هنتكلم عن موضوعين مهمين جدا. في موضوع كنا بدأناه قبل كده وهو كان موضوع الانترناشناليزيشن، النهارده هنكمل فيه جزء ظريف قوي هنتعلم منه حاجه جديده. حاجه جديده النهارده كمان هنبدأ بيها اسمها الكاسكيدنج لاف، بمعنى ان انا اعمل لاف بيستقبل بيانات من لاف ثاني. الموضوع ده بيتعمل ازاي او هو عباره عن ايه؟ تعالى نشوف مع بعض. انا مثلا عندي جدول دلوقتي، جدول اسمه سيكشنز، جدول القطاعات اللي في الشركه. الشركه مثلا عندنا كم قطاع؟ تعالى مثلا على سبيل المثال عندي قطاعين، قطاع واحد وقطاع اثنين. طيب طبعا انا عندي عمودين في الجدول، او السيكشن اي دي والسيكشن نيم. عندي قطاع واحد وقطاع اثنين، وده مثلا على سبيل المثال قطاع A وده قطاع B. طبعا القطاعات لو انت عندك فكره، القطاع في الشركه بيبقى تحت منه اكتر مثلا من اداره، اكتر من منطقه. فانا عندي جدول تاني اسمه جدول ريجونز، المناطق اللي عندي في الشركه بتاعتي. الجدول ده فيه ثلاث اعمدة. اول عمود رقم الاداره، اسم الاداره، السكشن بتاعها، يعني الاداره دي تبع اي قطاع. فانا مثلا عندي على سبيل المثال منطقه واحد، منطقه اثنين، منطقه ثلاثة. طيب اسمها ايه؟ أول إدارة مثلا اسمها دبليو إي آر، عم البيانات زي ما أنت عايز، مش مشكلة. المشكلة بقى في العمود ده، العمود ده هيبقى فورين كي من العمود الثاني بتاع مين؟ بتاع السكشن. بحيث أيوه الإدارة دي تبع القطاع الأولاني، الإدارة دي تبع برضه القطاع الأولاني، لكن الإدارة دي تبع القطاع الإيه؟ الثاني. طيب إيه المشكلة؟ يعني العملية ماشية مفيش فيها مشاكل إيه؟ تعالى شوف الجدول ده. عملنا جدول، الجدول اسمه إمبلويز. رقم الموظف، اسم الموظف، القطاع بتاع الموظف، والمنطقه بتاعته. والمنطقه بتاعته، خد بالك من حاجه مهمه بقى. ايه؟ لما انا ادخل بيانات هنا هيقول لي مثلا ايه؟ الموظف رقم واحد اسمه ابراهيم القداح في القطاع الاولاني. في القطاع الاولاني. عايز انا بقى لما ادخل القطاع الاولاني ده، كل ده في الابلكيشن بتاعي ده، ده معنى الكاسكيدنج جلوف. لما اختار القطاع الاولاني يجيب لي القطاع، المناطق اللي تبع القطاع الاولاني اللي هي تقريبا منطقه واحد مثلا. وصل الفكره؟ طيب اختار القطاع الثاني، ايوه، يجيب لي المناطق اللي تبع القطاع الثاني بس، بحيث انا اسهل على اليوزر بتاعي او على مستخدم البرنامج لما يجي يختار القطاع، ايوه، ما يختارلوش بقى كل المناطق، لا، اجيب له المناطق اللي تبع القطاع اللي هو اختاره. دي حاجة عايزين نعملها، بنعملها ازاي؟ من خلال حاجة اسمها كاسكيدنج ايه؟ لاف. تعال نشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. تعال أول نعمل مشروع جديد، وبعد ما نعمل المشروع الجديد نعمل كونكشن على الداتا بيز، نعمل بيزنس كومبوننت. أنا عامل كونكشن على الداتا بيز، سكوت كونكشن. ونشوف ايه الجداول اللي احنا هنتعامل معاها. أول حاجة نعمل انتيتي اوبجكت، الكلام ده كلام عادي مفيش فيه مشكلة. هنختار الجداول اللي احنا نشتغل عليها، جداول جدول القطاعات وجدول المناطق وجدول الامبلويز. نعمل الابديتابل في اوبجكت، لو انت عايز ريد اونلي مفيش مشكله. هنعمل ابلكيشن موديول نيكست، نيكست فينش. كده انت عملت ايه؟ عملت البيزنس كومبوننت اللي انت محتاجها في الابلكيشن بتاعك. طيب وبعدين نعمل الحته الثانيه، عايزين نعمل الصفحه بتاعتنا. نسميها مثلا لاف بيج، مش محتاجين بين. طيب اللي لسه مش واخد باله معايا، انا عايز مثلا ادخل موظفين. لما اجي ادخل موظف، لما اجي ادخل موظف عايزه هنا يظهر لي القطاعات، اختار منها قطاع، يظهر لي المناطق اللي تبع هذا القطاع. ده الكاسكيدنج لاف اللي انا عايز اعمله. طيب انت عايز دلوقتي تعمل لاف على مين؟ مبدئيا انا عايز اعمل لاف في الايه؟ في المناطق. طيب نروح كده، نروح على الاتريبيوتس بتاعتك، نروح على ريجن زي الاتريبيوت بتاع الريجن بتاع المنطقه، هنعمل له لاف. اللاف ده اكيد وانت بتعمله هيطلب منك إيه؟ هيجيب من اي فيو اوبجكت، هيجيب من اي فيو اوبجكت. انا هعمل حركه ظريفه قوي. المفروض اللف لما يجي يعرض بياناته ما يجيبش كل المناطق، امال يجيب ايه؟
يجيب المناطق اللي تبع القطاع اللي اليوزر اختاره، صح ولا لا؟ ما هو انا دلوقتي هروح اختار ايه؟ هروح اختار مثلا الفيو اوبجكت بتاع المناطق بتاعتي. لو انا اخترته كان كده هيجيب لي كل المناطق بتاعت مين؟ بتاع اللي مسجل عندي في الداتا بيس. انا مش عايز كده، انا عايز يجيب المناطق اللي بتاعت السكشن او القطاع اللي اليوزر اختاره. طيب في الحاله دي نعمل فيو اوبجكت جديد. فيو اوبجكت مثلا هنسميه ريجون فيو اوبجكت ابديتابل، مفيش مشكله. معتمد على ايه؟ معتمد على الريجونز، وهي دي جملة السيلكت بتاعته. طب ما هو برضه هيبقى زي الاولاني، هيجيب كل الايه؟ المناطق. لا، هقول له وير. وير ايه بقى؟ وير رقم القطاع بيساوي، اعمل بند فاريبل اس اي دي مثلا. بند ايه؟ فاريبل. البند فاريبل ده هتقول لي طب انا لسه ما عملتوش، هعمله في الخطوه اللي جايه ان شاء الله. طيب بحيث الرقم ده بقى لو حطيت فيه القطاع رقم واحد يجيب لي المناطق بتاعت القطاع رقم واحد، حطيت فيه القطاع رقم اثنين يجيب لي المناطق بتاعت القطاع رقم اثنين، وهكذا. نيكست. ادي البند فاريبل نيو اللي انا عامله اهو، نوعه ايه؟ نوعه نمبر، ويقول له نيكست. هنحطه في الابلكيشن موديول بتاعنا ونقول نيكست فينش. كده انت عملت ايه؟ كده انت عملت فيو اوبجكت، هذا الفيو اوبجكت في بند فاريبل. البند فاريبل ده لو حطيت فيه رقم واحد يجيب لي القطاع المناطق اللي تبع القطاع رقم واحد، حطيت فيه رقم اثنين يجيب لي القطاع المناطق اللي تبع القطاعات رقم كام؟ اثنين. طيب ادي الايه؟ الفيو اوبجكت ظهر معاك اهو. طيب هنعمل ايه بقى؟ نروح بقى على ايه؟ الفيو بتاع الامبلوي، ونروح على المناطق نقول له اعمل لي لاف. هيجيب منين؟ هيجيب من الريجن. طيب هيجيب اي رقم، هيجيب مثلا الريج اي دي يحطها عندي في العم في الاتريبيوت بتاعي. طب استنى بقى، إيه هيظهر على انه ايه؟ هيظهر على انه تشوز ليست. طب وهيظهر ايه؟ هيظهر اسم المنطقه. عايز تظهر رقم المنطقه كمان مفيش مشكله، عايز تظهر القطاع كحر. طيب كده انت عملت ايه؟ كده انت ظبطتها. بس خد بالك بقى ايه؟ طب دلوقتي انت لو عملت اللف وحطيته على الصفحه مش هيظهر ولا منطقه. ليه؟ لانك انت ما قلتلوش البند فاريبل هيجيب منين؟ نروح نظبطه ازاي؟ من الفيو اكسسوارز اهو. دي ايه؟ دي يعني الفيو اللي انت بتجيب منها في الفيو اوبجكت. روح قول له ايديت، هتلاقي فيها البند فاريبل بتاعك اهو. الفاليو بتاعته بيجيب منين؟ ايوه انا عايزه يجيب منين؟ من ده اهو سيكشن. نروح هنا نقول له بص يا سيدي، ايوه يا بنت فاريبل، لو سمحت القيمه بتاعتك تجيبها منين؟ من الاتريبيوت بتاع السكشن. كلام جميل. طيب بالنسبه لمين؟ للسكشن. السكشن عايز تعمل له لاف، اه ده ما فيش مشكله، هيظهر كل الايه؟ هيظهر كل القطاعات دي ما فيش فيها مشكله. دي نعمل ايه؟ نروح نجيب له سكشن. ادي السكشن بتاعك كده. ايه اللي حصل؟ كده انت ظبطت الدنيا بتاعتك بطريقه كويسه. تمام؟ ايوه. الدنيا ماشيه ازاي؟ الدنيا ماشيه ان انا عملت ايه؟ لف على ريجن، بس ما بيجيبش من اي فيو اوبجكت، بيجيب من فيو اوبجكت معينه انا عملتها حطيت فيها بند فاريبل. البند فاريبل ده هقعد العب فيه، احط فيه القيمه من الاتريبيوت بتاعي اللي اسمه ايه؟ سكشن. ظبطتها منين؟ ظبطتها من حاجه اسمها الفيو اكسسوارز. طب ما هنا نجربها كده، نجربها يلا. امسح اللي انت عملته في البيج بتاعتك. تعالى ادي الامبلوي بتاعك اهو، ادي الفورم اي دي اف 4 عشان تعمل واحد جديد. حط كرييت انسيرت لو انت عايز. اه ظهر اللف بتاعك. بس خد بالك هنعمل ده اوتو سبميت بترو طبعا عشان نظبط البي بي ار فيرتشوال بيج ريندر. طيب وده الريجن بيتاثر بمين؟ بيتاثر بالسكشن. هنروح نظبط الايه؟ الفيرتشوال تريجر بتاعه اهو.
بيتأثر بمين؟ بالأولاني. يبقى ده بيتأثر بمين؟ بيتأثر بده. وصلت الفكرة؟ تعال نشوف الدنيا هتمشي ازاي. نعمل ران ونشوف. بص كده معايا، لو عملنا كرييت انسيرت كده الريجو ما فيش فيها حاجه. ليه؟ لان انت لسه ما اخترتش الايه؟ السكشن. لو اخترت السكشن قطاع رقم واحد هيجيب لك اللي تبعه، لو اخترت القطاع رقم اثنين هيجيب لك برضو ايه؟ اللي تبعه. وصلت الفكره؟ هيقول لي هو ظاهر السكشن هنا ليه؟ كده ده الكاسكيد لاف اللي انا كنت اقصده. ايه؟ ان انا اختار القطاع من فوق يجيب لي المناطق اللي تبعه تحت، اختار القطاع الثاني يجيب لي المنطقه اللي تبعه. كده انت نجحت ان انت تعمل الكاسكيدنج ايه؟ لاف. السكشن عارض رقم الايه؟ رقم الـ القطاع. ممكن انت تروح تعدله من الاتريبيوت سيكشن اللف بتاعك، كنترول هنت، ايوه اقول له اعرض لي النيم بتاع السكشن. اعمل راند تاني عشان تتاكد. هتلاقي العمليه ماشيه مفيش فيها مشكله. اهي بالظبط، هيختار القطاعات، اختار القطاع اللي هو عايزه اهو، يختار المنطقه اللي تبعه، يختار القطاع الثاني يجيب له المنطقه اللي تبعه. كده احنا عملنا الجزء بتاع الكاسكيدنج ايه لاف. اتمنى ان يكون الموضوع سهل وبسيط، ما فيش فيه مشكله بالنسبه لك. طيب عايزين نعمل ايه كمان؟ كنت احنا شرحنا قبل كده موضوع الانترناشوناليزيشن، ان انا اخلي الابلكيشن بتاعي يدعم اكتر من ايه؟ من لغه. كنا عملناها، اتمنى ان انت ترجع للفيديو على التشانل على اليوتيوب تشوف الفيديو بتاع الانترناشوناليزيشن بيتعمل ازاي. طيب انا بس هزود حته كانت الناس طالباها مني. طيب يا باشمهندس، لو احنا كنا اشتغلنا زمان، لو انت فاكر، حد يقول لك ايه؟ الانترناشوناليزيشن ازاي بيتعمل؟ بجيب انبوت تكست مثلا على سبيل المثال اهو. الانبوت تكست ده انا عايز اخليه مثلا يوزر نيم بالانجليزي او اسم المستخدم بالعربي. كنا عملنا حاجه اسمها لود باندل وحطيناها على مستوى الصفحه، الكومبوننت اسمه لود باندل. ايوه المفروض ان احنا نحط دون اللود باندل بتاعنا، نحطه على الصفحه بتاعتك ونشوف بقى الايه بيجيب منين، ونعمل فايلين والكلام اللي احنا قلناه ده كله. اتمنى ان انت ترجع للفيديو الاولاني. طيب افرض انا عندي بقى مثلا حاجه زي دي كده، الفيو اوبجكت ده. الفيو اوبجكت ده المفروض ان انا اقول له مثلا هنا إيه؟ ايه اسم الموظف او امبلوي نيم، وهنا السكشن او القطاع بالعربي. كل الكلام ده انا عايزه بالايه؟ بالعربي او بالانجليزي. هروح انا بقى على كل صفحه اروح اعمل له، يقول لي واحد يقول لي ايه؟ طب وليه انت هتعمله على كل صفحه؟ افرض انا عملت صفحه ثانيه يا سيدي اهي، يعني رحت عملت نيو صفحه ثانيه اهي مثلا، الصفحه دي كمان سحبنا فيها مين؟ الامبلوي ده سحبناه معانا. طب انا هضطر برضه ارجع من الاول، اعمل ايه؟ اروح على الصفحه دي، ما الصفحه دي غير دي صح ولا لا؟ احمل مين؟ احمل اللود باندل بتاعي وابتدي اظبطه من الاول وجديد. يعني على كل صفحه اروح اظبط الموضوع ده؟ لا طبعا. امال ايه الاسهل؟ الاسهل ان انا اروح اشتغل مش على الصفحه، امال على الفيو اوبجكت، بحيث ان انا اعمل الموضوع ده مره واحده يسمع في باقي الايه؟ الصفحات، صح ولا لا؟ وصلت الفكره؟ اقول كمان الاسهل ان انا اعمل ايه؟ ان انا اغير الليبل بتاعي، ايوه، بدل ما هو على مستوى الصفحه اخليه على مستوى الفيو ايه؟ الفيو اوبجكت اللي هو ده. مش ده الفيو اوبجكت اللي تعبك؟ ده. طيب انا لو قدرت ان انا اعمل الموضوع عربي وانجليزي ده، لو قدرت ان انا اعمله على مستوى الفيو اوبجكت مره واحده، يبقى انا كده كسبت، صح ولا لا؟ تعال نشوف كده. هنا مثلا ايوه، تعال نشتغل مثلا على اتريبيوت واحد عشان ما نصعبش الدنيا. انا هنا النيم اهو، النيم هنا من كنترول هنت ممكن اعمل ايه؟ ركز في ده، انا هعمله كويس. الليبل اهو، الليبل هخليه مثلا امبلوي نيم. ايه اللي يحصل؟ اللي بيحصل اللي هو بيروح يخزن الليبل اللي انت عملته ده
في فايل اسمه ايه؟ موديل باندل دوت بروبرتيز. الله، لو انت رجعت للفيديو الاولاني كنت هتلاحظ ان الفايل اللي احنا بنحط فيه اللغات بتاعتنا كان عباره عن بيز نيم، حتى بالعباره كان اسمه مسجز حاجه زي كده. وبعد كده اللوكال سواء بقى اي ار او انجلش دوت بروبرتيز. طب ما هو في فايل اهو بس ما فيش فيه اللوكال، الفايل ده بيروح يجيب منه سواء كده او كده، يعني سواء عربي انجليزي الماني فرنساوي، انت كده مثبتها، هو فايل واحد هيحمل منه البيانات بتاعتك. طيب انا مش عايز كده، امال خليك ناصح بقى، تعمل ايه؟ اروح على الفايل ده اقول له سيف از. سيف از، ركز معايا في اللي انا هعمله، ركز معايا. انا رحت عملت ايه؟ الاتريبيوت ده قمت رايح مغيره، صح ولا لا؟ عملته امبلوي نيم. ام هو رايح الاي دي اف عمل ايه؟ عمل فايل من نفسه اهو، الفايل ده انا ما عملتوش. راح ايوه، ام راح مخلي ايه؟ النيم ليبل امبلوي نيم. طيب خد بالك من دي بقى، ايه سيكشن او مثلا رقم الموظف اهو، امبلوي اي دي. بص هيعمل ايه في الفايل؟ هيروح برضو يزوده، يعني كل ما ازود حاجه احطها في الفايل ده، يعني مفيش الا هو. مفيش الا هو. طب انا اعمل ايه بقى؟ اروح اعمل سيف از للفايل ده، سيف از، واقول له ايه؟ واقول له الفايل ده اندرسكور اي ار او اي ان، عشان احنا حاطين فيها اسامي انجليزي، اي ان، حط اللوكال، سيف، اتحط اهو، عملنا فايل تاني اهو. طيب احفظ الفايل ده برضو، اعمل فايل تاني سيف از، بس مش اي ان بقى، امال اي ار. الله ينور عليك، اللوكال بتاعك. ارجوك ان انت تتفرج على الفيديو بتاع الانترناشوناليزيشن الاولاني، ارجوك. طيب وبعد كده اي ار، جميل جدا. يبقى انا كده عندي كام فايل؟ فايلين، واحد انجليزي والتاني عربي. هتقول لي بقى خلاص نشيل بقى الكلام دون ونكتب اسم الموظف بالعربي وهنا رقم الموظف بالايه؟ بالعربي برضه. الاي دي اف بيعمل حركه ظريفه جدا، يعني بص معايا كده، لو انا رحت على النيم مثلا وقمت رايح مخليها بالعربي، بص معايا شوف هيعمل ايه. هقول له مثلا اسم المستخدم او اسم الموظف، اوكي، بقول لك اغيره، قول له اه، شوف هيعمل ايه. هو طبعا الاي دي اف ما بيشوفش ده وده، يعني ايه؟ يعني ما بيسجلش في ده ولا في ده، هو بيسجل في بتاعه هو. شوف راح عمل ايه؟ خد الليبل وسجله باليونيكود. ليه يونيكود؟ علشان لو البراوزر ما بيدعمش مثلا العربي، لا اليونيكود هيقرا الليبل على ان يونيكود، فسواء بقى اليونيكود ده عربي الماني فرنساوي هيظهر زي ما انت عايز. هقول له هو انا هحفظ بقى، يعني انا كل ما اكتب الاسم بالعربي اروح احوله يونيكود؟ يا اخي وانا حولته؟ انا ما حولتوش، انا رحت حطيته في الاي دي اف هو حوله لي. خد انت حطه هنا كده اهو، كنترول سي، روح حطه هنا اهو، بس خد اليونيكود بتاعه. يعني انت عمرك هتحفظ الكلام ده ولا عمرك هتحفظه؟ طيب عشان تجيب الام بي اي دي، يعني عايز اكتب رقم المستخدم، خليك ناصح، اعمل ايه؟ اعمل كده اهو، روح على ده قول له يا عم ايه؟ اسم او رقم المستخدم او الموظف اهو، هيقول لك هغيره، قول له اه. شايف هو عمل ايه بقى؟ راح على الفايل بتاعه، ايوه، كتبه ايه؟ رقم المستخدم، كتبه ايه برضه؟ يوني كود، عمر راح واخده بالعربي حطه هنا اهو، بس صح ولا لا؟ يعني وبعدين كده خلاص، كده الموضوع انتهى. بمعنى قبل ما تعمل رن وقبل ما تعمل اي حاجه، ارجوك يمسح الفايل بتاع الاي دي اف، قول الفايل ده مش عايزه. كده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل اللي بدل ما يروح يقرا الفايل بتاعه هيقرا الفايلات اللي انت عاملها. هيقول لي طب هيقرا اقلب اي فايل؟ على حسب اللوكال بتاع البراوزر، لو اللوكال بتاع البراوزر عربي هيقرا ده، لو البراوزر بتاعك انجليزي ايوه هيقرا ده. وصلت الفكرة؟ تعالى نعمل رن كده للصفحة. خد بالك أنا ما اشتغلتش على الصفحة، وده المطلوب، إن أنا اشتغلت مرة واحدة على الفيو أوبجكت، واعمل رن. على حسب اللوكال بتاعك بقى. بص معايا.
الصفحة جاية يمين، رقم الموظف، اسم الموظف. وصلت الفكرة؟ طب احنا عايزين نخلي اللوكال انجليزي، كنا عملناها قبل كده، مفيش مشكلة ان احنا نعملها تاني. فاكر عملت انا ايه؟ حطيت انا باتون هنا، والباتون ده كتبنا عليه اي ار، والباتون ده كتبنا عليه اي ان. طيب وبعدين عايز اكتب كود. ايوه هو طبعا ما فيش بين، تعال نعمل بين. احنا البين نيم هسميها مثلا لاف بيج، الكلاس هسميها لاف بيج، نحطها مثلا في باكج بينز. اوكي ونحط هنا مثلا اي ار، هو ده الزرار بتاع مين؟ اي ار Arabic اكشن. طيب تعال نروح على الزرار الثاني اسميه اي ان اكشن عشان يحول اللوكال. الكود ده كنا عملناه قبل كده، احب افكرك بيه. الكود اهو اللي بيحول اللوكال بتاعك، كنا شرحناه قبل كده في الفيديو بتاع الانترناشوناليزيشن. نعمل امبورت، ده اي ار، يبقى ده اي ار هناخده برضو هو هو. نعمل فورمات عشان الكود بتاعك يبقى منسق. ده طبعا الفيس كونفج بجيب منه الصفحه الحاليه، وعملت متغير لانجوج، حطيت فيه اللوكال اللي انا عايزه، وبعد كده عملت اوبجكت موجود جاهز في الجافا اسمه لوكال، وبعد كده ايه قلت له يا الصفحه اللي انت جبتها لو سمحت حط لي اللوكال بتاعها بالايه؟ باللوكال اللي انا عملته باللغه اللي انا عايزها. طيب تعالى كده نجرب ونقول له رن، هتلاقي مفيش فيه مشكله والامور ماشيه. اهم حاجه ان انت تمسح الفايل بتاع الاي دي اف عشان يشتغل على الفايلات اللي انت ايه عاملها. بص كده معايا على الصفحه، اهو رقم الموظف واسم الايه اليونيكود اتقرا اهو. طيب لو ايه ان هنا قال لك ايوه الامب اي دي والامب نيم. طب لو ايه ار، رقم الموظف واسم الايه الموظف. التسكيدنج لاف شغاله مفيش فيها اي مشكله. حط زرار كوميت واحفظ بياناتك، ويبقى كده التطبيق اللي احنا عملناه مش ناقصه حاجه. احنا شرحنا التسكيدنج لاف في الفيديو ده، وشرحنا كمان الانترناشوناليزيشن، بس على مستوى الايه، على مستوى الفيو اوبجكت، نعملها مره واحده بدل ما نعملها على كل الايه، على كل صفحه. شكرا جزيلا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.